مساء الخير. طبعا كلنا نعرف انه في ناس تشخر لما تكون نايم، والشخير يزعج الناس اللي جنبها. ها يا اخي، خلينا نرقد، عدل راسك. ولكن في ظاهرة جديدة انه في ناس تشخر، بس هذه المرة الشخير تصحي، يعني هو انزعج من شخيره. بعدين الشرقاد الله برقد. لكن عمركم شفتم واحد يشخر هو صاحي؟ صحيح ان المؤتمر كان في المقدمة، واكد ما قلناه سابقا بانه عملاق النائم، يقول اشهد اشهد يا الله اشهد يا الله اشهد يا ثلاث، وبعدين يقوم في الانتخابات قومة، لكن قومة. فأمس المؤتمر الشعبية للحقيقة صحصح من النوم وقام واكتسح المراكز الانتخابية بصورة، لو كان صحصح من المرحلة السابقة ما كانش الثورة هذه استمرت. هذا الشخير كلف اليمن الغالي والنفيس طوال 33 سنة، وكمان جهز الشخير يغطي على الفساد والخراب والدمار وأكل حقوق الناس وأخذ الأراضي وكل الأشياء اللي احنا عارفين فيها، ملفات كثيرة. وكمان نفس الشخير اللي جاء في عام الثورة كمان يشتي يغطي على الدماء اللي سفكت في الساحات والميادين، دماء الشباب اللي خرجوا مطالبين بالتغيير. من حقهم ان يطالبوا بالتغيير. انا عارف انه الرئيس موظف عندنا، رئيس الوزراء، الوزراء موظفين عند الشعب، لما الموظف يفشل يتغير، يلا مع السلامة. وفشل هذا الشخير بأنه يغطي على هذه التضحيات القليلة اللي قدرها الناس، لدرجة أن حذاء أحد الشهداء، شهداء مسيرة الحياة، تم شراء هذا الحذاء ب3 مليون ريال. وهذا التقدير المالي لا يساوي شيء أمام هذه الروح الطاهرة اللي ضحت من أجل الوطن، ولكنه نوع من أنواع التقدير والامتنان لهذه التضحية. وبما أننا وصلنا إلى ذكر الأحذية، أجلكم الله، فالحذاء كمان صنع له تاريخ، صنع له تاريخ وتاريخ كبير، من أيام حفي حنين. خفي حنين، فالحذاء نوعين، في نوع يفرح في نوع يزعل، بس يفرح ناس ثانيين. النوع اللي يفرح مثل حذاء سندريلا، خلاها أميرة في ليلة واحدة. وكمان مثل الحذاء الذهبي اللي يسلموه للاعبين كرة القدم على أساس أنه حذاء ذهبي وتقدير لهم يعني. أما الأحذية اللي تزعل زي قباقيب شجرة الدر، يعني الجزم اللي ضربوا فيها شجرة الدر وماتت. أنا دفعت لك ثمن حياة أيضاً. لا 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 لا، مش حياته هو، حياتك أنت. إزاي تتجرأ؟ ومن هنا دخل الحذاء عالم السياسة. حذاء خرتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي في الستينات، لما طرح حذاءه على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة. حذاء طبعا منتظر الزيدي إلا ودع فيه بوش. وبعدها الجزم تطايرت في وجوه كثير من الزعامات والمسؤولين الفاسدين، زي جزمة الحاتمي الضابط في القوات الجوية، لما رمى جزمته على قائد القوات الجوية اليمنية.
وعادت إلى قواعدها سالمة. وطبعا هذه الجزمة اشتراها تاجر في المزاد، عملوا مزاد في تعز واشتراها تاجر بعشرين مليون ريال يمني. ايش الحكايه يا جماعه؟ ايش الحكايه؟ الاسعار ولعت. الشبشب حق الشهيد رحمه الله عليه 3 مليون ريال، والجزمه حق الحاتمي اللي رمى قائد القوات الجويه ب 20 مليون ريال. انا لما اروح اشتري جزمه ب 3000 ريال امشي فريق البائع، وكمان فردتين مش فرده. شكله جزمه الحاتمي من نوع ميج 29. بعدين الجزم توالت على كثير من الزعماء، مش في اليمن بس، كمان في امريكا. ودائما سأقابل الوفاء بالوفاء، وسأكون نجم دردشات مواطن إلى الأبد. شكرا، خلاص كات خلصنا المشهد، وسأكون على كرسي خلصنا المشهد، كرسي دردشات مواطن غصبا عنك وعن آخرت بالجزمة. دردشات مواطن وآخرت بالجزمة يا هبل، ما حدش يشتري منك بعشرين ريال لو حصلت له بيعا وأنت بنص بالنص. في عالم يا جماعة غاوي نكد، غاوي نكد وغاوي بكاء. يعني واحد لما يتكلم على ما يسمى بإنجازات الأصل إنه يكون فرح، زي ما يقولوا بالإنجليزي سمايل كده لهين، لكن نوع اللي حنشوفه الآن نوع نكدي، يقول منجزات هو نكدي. ليش البلاد كانت في خير، يعني في إنجازات كثيرة تحققت. هذا الكلام كان من سنة، ها؟ كان النكد هذا كان من سنة، يمكن كانت طالعة على الهواء مباشرة، وفي حد كان مزعل عادي عادي، يعني مشكلة مش مشكلة. لكن لما نجي بعد سنة، بعد هذه السنة ما زال في بكاء ودائما دموع، يعني أعتقد أنه لابد أنه مؤسسة المياه يعمل حل لمشكلة تسريب المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم كلمة هامة، وأقول وداعا للسلطة التي ستظل في نظري ونظر كل العقلاء من أبناء الوطن مغرما لا مغنما لوطنه وشعبه وأمته، كما عرفتموني في السراء والضراء، وأدي واجبي ودوري في خدمة الوطن وقضاياه العادلة. وهي تتلو البيان يعني كان في خشوع وحزن وبكاء، بس اش تعرف ليش؟ وانا عايط، يجيبوا لي سندوتشات اكلها وعايط، بيبس كلها اشربها. هما فاكريني بعيط علشان الفيلم. امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟ الجزمه كانت ضيقه عليا. عرفتوا اخيرا ايش السبب؟ انتخابات او سموها استفتاء، اي حاجه، المهم انه حل مؤقت توافق عليه الجميع واقره غالبيه الشعب، وخرج الملايين ينتخب، واللي قاطع كمان رايه يحترم عادي، هذا من حقه. لكن المشكله انه في ناس كان مقاطعتهم شيء اخر، انه يقطع الطريق ويخرب ويدخل المراكز يحرق ويكسر ويولع، والحاجة اللي يشدك يعني في الموضوع
انهم كمان فرحانين يصوروا ها، وفرحانين يصوروهم يحرقوا الصناديق ويعملوا الخراب عادي يعني، وحاسين انفسهم انهم صح، انهم صح. يا جماعه ما يصح الا الصحيح. بالاخير تم الاقتراع في اكثر الدوائر وتم الترشيح والمرشح التوافقي طلع يعني، واخرين هنا فوق فوق شويه عملوا نفس العمل، وقد يكون زيد شويه وما تصوروش، وما فيش كان كاميرات توثيق ولا اي شيء، لانهم هم ما يحبوش التصوير، ناس مؤمنين. واحد من حبايبهم الجدد طحطوح طحطوح وخطير خطير، كان يعني الناس وقت ما 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 هم يرشحوا ويقترعوا وماسك الموبايل، ومن قناه الى قناه ومن وكاله انباء الى وكاله تشليح. الو وكاله الانباء، صدقونا صدقونا، وحرام وتياق حرام وتياق، يعني انه ما حد راح رشح، هم قله قليله ومخدوعه، قله قليله راحوا اللي رشحوا، صدقونا ما حد راح رشح. انا الان موجود عند المركز هاء والمركز باء والمركز قاف والمركز صاد والمركز كاف، ايوه اخطبوط اصلا، ايوه قال شاهبني، ما فيش حد رشح ولا حد راح، صدقونا صدقونا. انا كل يسمعون كلام مني، انا فاهم هم قله قليله ومخدوعه. وي مالك مالك يا قله قليله، اهدا، اسمع اسمع اسمع، القله القليله اللي قلت عليهم خلصوا حقهم الاوراق الساعه 10 الصبح، 10 الصبح هذا واحد الشيخ السندوتش من اعضاء اللجان قد خلص الاوراق من الطوابير. ها خبر فني مش عاقل خالص، في احد الناس اللي كانوا يعني خارج البلد بيرجع عشان يعلمنا الفن، الفن الاصيل. اعلمكم الزعامه واعلمكم القياده واعلمكم الفن. يا من هوى طن طن وعزه طن 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 وذلني طن اوه طن 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 وذلني طن 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 طن. اللي خرج من البداية عشان الشعب الأصل إنه يراعي مصلحة الشعب ويحترم صبره، وإلا بنكون زي ما يقول مثل الضيف ما يشتي الضيف وصاحب البيت ما يشتي الكل. والمفترض إن احنا نترفع ونحط أيدينا بأيدي بعض، وبسم الله بدأنا لبناء اليمن اللي تأخر كثير.